ديربي مدينة العاصي أو ديربي العاصي وكلاسيكو العاصي كما يليق لعشاق الفريقين وعشاق الكرة السورية أن يطلقوا على هذا اللقاء، هذا الديربي المنتظر. في خط الدفاع 13 شاهر كاخي، 7 عبد الله جنيات. بدأت المباراة والحكم المساعد الأول الكابتن فادي محمود دولي أيضا، والحكم المساعد الثاني الكابتن محمد علي محمود علي محمود، والحكم الرابع الكابتن مهند ناصيف يراقبها تحكيميا. الكرة رائعة وجميلة ولكنها مبعدة من عبد اللطيف النعسان، وهكذا يكون لاعبينا أيضا في أرض الميدان. الأخلاق الرياضية التي سادت هذه المباراة قبل بدايتها نرجوها أن تستمر حتى النهاية. بداية والكرة فريق الكرامة، هذا اللاعب الذي كان له صولات وجولات في هذا الميدان وفي هذا الملعب، ومن الأخطاء هنا في هذه المباراة اياد لعويه، كره مرفوعه ولكن عبد اللطيف نعسان والمشاكس والذي يتابع والمتابعه من فريق الكرامه في هذه الكره، والخطا والتزحلق على الكره من صلاح خميس، والاستحواذ يعود كرماوي في خطا الدفاع وعبد الله جنيات. وهنا اشاره او الرايه من الكابتن محمود محمود، لكن هناك حاله من الاستغراب على هذه الرايه ترفع من الناحية اليمنى من الحكم المساعد الثاني من الجمهور الذي تابع هذه اللقطة الماضية. محاولة كرماوية، المراوغة من خارج منطقة جزاء، تحويل الكرة إلى أقصى الناحية اليمنى مرفوعة، ولكن صلاح خميس برأسه يبعد الكرة، تعود مرة أخرى كرماوية، تحويل الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وأحمد لعمير على الطاير يسدد الكرة ولكنها بعيدة عن الخشبات الثلاث لمرمى فريق الكرامة. إذن مباراة ما بين أخذ ورد. إلى الأقصى اليمين محمود النشمي رقم 3، وهنا المساندة من خط الدفاع عبد الله شامي أمامية، محاولات وتمريرات رائعة وجميلة، وهذه الكرة الرائعة والجميلة أيضا لب من محمد زينو، إنما بعيدة عن الخشبات الثلاث وعن مرمى فريق الكرامة. عبد اللطيف النعسان الذي يشغل طبعا مركز حراسة المرمى في هذه المباراة استطاع إبعاد كرة خطيرة منذ بداية اللقاء. الفني في هذه المباراة كابتن أحمد عزام في الاستوديو التحليلي تميل قليلا لصالح فريق الطليعة في الدقائق الماضية. نشاهد هذا الاعتراف من الكابتن هشام شربيني، وهنا التدخل. كرة العوية وسط الميدان مقطوعة، اياد العويد الذي يعود للمساندة الدفاعية ولكنه الان يحول كرة الى المخضرم محمد زينو. اين المساندة في الهجوم؟ ولكن محمد زينو والذي يقدم مستوى يليق بسمعة نادي الطليعة والجماهير التي تتمنى ان يشاهد كرة محمد، كرة رائعة وجميلة لفريق الطليعة، والخطورة كانت مشكلة في هذه الكرة. ايضا عبد الله فاخوري كرة محولة وهو في مواجهة المرمى، سنشاهد الجمهور الذي اعادة هذه الكرة. نعم محمد طبعا محمد زينو يحول الكرة الى عبد الله فاخوري وهو بمواجهة عبد اللطيف النعسان، ولكن التصدي الاروع والاجمل من حارس المرمى عبد اللطيف النعسان. كل جمهور يمني النفس بنقاط المباراة الثلاث، والفرحة هل تعود ويحسن الاوضاع ويزيد من فريق الكرامة، أم سيكون للدفاع وجها آخر أو كلاما آخر. كرة كرماوية ولكنها مقطوعة، تعود مرة أخرى والخطورة ما زالت قائمة، ولكن علي خليل يضيع الفرصة. علي خليل والكرة المحولة من أحمد لعمير، عرضية أرضية ولكن علي خليل لم يستطع. إذن الكرة الماضية كانت خطيرة على فريق الطليعة، والمحولة من المخضرم أحمد لعمير طاها، والمحاولة الكرماوية إلى 4 محمود اليونس. محمود والكرة أرضية مسددة ولكنها بجوار القائم الأيمن مع الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع، لأننا شعرنا بأن الفريقان يقدمان مستوى بعض الشيء أو ببعض اللمحات أو بعض فترات هذه المباراة. كرة كرماوية من لاعبي الفريقين مع اللحظات الأخيرة لعمر هذه المباراة. والآن سيداتي سادتي يعلن الكابتن مسعود طفيلية نهاية وسط الميدان. حمزة كردي
عبد القادر عدي، تعود الكرة محاولة، عبد القادر عدي محاولة من اللاعب الشاب إلى إياد عويد، والتسديدة وعبد اللطيف النعسان يتواجد، والكرة المباغتة الماضية من إياد العويد. يناقش الكابتن مسعود طفيلية في الصافرة الأخيرة، ولكن الكابتن مسعود والبيضاء أيضا في هذا الملعب وهذه اللوحة التي نشاهدها للعب تحت الأضواء الكاشفة. وبدورنا ننقل صوت الجماهير الطلعاوية والنواعيرية إلى المن يتساءل عن الكره. نشاهد هذه الكرة، نعم هدف، جول، جول كرماوي وسط ارتباك من دفاع فريق الطلعة لإبعاد هذه الكرة، ولكن نتابع ما المسجل للهدف. كرة كرماوية وسط ارتباك جمهور طبعا دفاع فريق الطلعة والحارس، والهدف المسجل على ما يبدو لي علي خليل، على ما يبدو لي علي خليل هو من سجل الهدف الكرماوي الأول في الدقيقة 10، وخاصة من فريق الطليعة الذي وضع نفسه في موقف الحرج وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول، ولكنه الآن وسط ارتباك فريق الطليعة بدفاعه وحارسه. علي خليل في الدقيقة 10، محاولة لفريق الطليعة، عبد القادر فخوري أو عبد الله فخوري، والكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك خطأ، والكابتن مسعود طفيلية أكثر من 25 أو 35 دقيقة متبقية من عمر هذه المباراة. عبد الله فخوري هنا، عبد القادر عدي محاولة، إياد العويد، كرة أوفر مرفوعة، محمد زين ورأسية من كرة عبد الله، طبعا عبد الله فخوري المحاولة من الناحية اليمنى، لكن الرأسية تجاور القائم الأيسر لمرمى فريق الكرامة، وعبد اللطيف النعسان الذي حاول لهذه الكرة واصطدم بالقائم الأيسر في الإعادة البطيئة. إياد العويد يحول الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، يرتقي إليها محمد زينو ما بين مدافعي فريق الكرامة، وبرأسه الكرة تحول إلى المرمى لكنها تجاور القائم الأيسر. سلامات عبد اللطيف النعسان الذي استطاع به، وما زلنا نلعب في الدقيقة 21 من عمر الشوط الثاني. أحمد العمية، كنت أقول هذا الخبرة لا يترك وحيدا، أعطيه بعض اللحظات طبيعة، أعطيه بعض. ننقل لكم من ملعب البلد في محافظة حماة هذه المباراة، والتي مضى على طبعا بداية شوطها الثاني 26 دقيقة، لكن الكرامة يتقدم، هذا ما يتمناه أن يبقى ويستمر في مدينة دمشق، وفاز فيها الكرامة بكأس الجمهورية آنذاك. عودة فريق الطليعة والاستئناف اللعب في الكرة الماضية الركنية، والمحاولة الطلعاوية في هذه الكرة، عبد الله الشامي محاولة الكرة والدخول لمحمد زينو، ولكن هنا المطالبة من جمهور الطليعة واللاعبين، نشاهد مطالبة وطبعا البطاقة الصفراء تأتي على مروان الصلال لهذه الكرة، ونتابع والخروج، لكن أترك ذلك للمختصين، وسيكون في تحليل هذه اللقطة التي طالب فيها فريق الطليعة بركلة الجزاء محمد زينو، لكن سنتابع هذه الكرة، هل سيكون لفريق الطليعة من خلال الركلات الثابتة كلام التسجيل، كلام الفرح، كلام الاتيان بهدف التعادل؟ هذا الجمهور الذي احتشد على المدرجات يتابع هذه المباراة، بطيئة على فريق الكرامة وسريعة على فريق الطليعة، وهذه الكرة محمد زينو، حسام السمان، محمد زينو، ولكنها ترتطم بالدفاع والفرصة، ولكن محمود اليونس يبعد الكرة إلى رمي التماس لفريق الطليعة من الناحية اليمنى، بلا الحديد، والكرة الطلعاوية ولكن الرأسية، لعل الكرات الركنية الثابتة تأتي بهدف التعادل. كرة ركنية محولة داخل منطقة الجزاء بقبضة يد عبد اللطيف النعسان، يبعد الكرة، وهنا الإصابة جنبا إلى جنب في متابعة ما تبقى من عمر هذه المباراة. عبد الله فاخوري، ولكن صلاح خميس والاشتراك على هذه الكرة، تعود الخطورة طلعاوية، الكرة المحولة، ولكن هنا الإشارة لمتابعة واستمرار اللعب، والكرة الكرماوية المحولة إلى أحمد العمير،
ومواجهة ما بين مدافع فريق الطليعة وأحمد العمير، والتسديدة ولكن عماد المنجد. ولكن سيداتي سادتي في هذه اللحظات